طبعا بسبب مشاكل كتير بتحيط ببعثة منتخب نيجيريا، كانت بدايتها طبعا قبل البطولة إقالة جيرارد رور، بعد كده تعيين صحيح. إجوافين جوستين إجوافين المدير الفني المحلي اللي كان المدير الفني للاتحاد النيجيري، ومن ثم بدأ في آخر مباراتين للمنتخب النيجيري في تصفيات كأس العالم في المرحلة الثانية، بقى موجود مع جيرنت رور تمهيدا لإقالة جيرنت رور وتغيير بعض في بعض المباريات تغيير طريقة اللعب. لكن خليني أقول لك إنه كواليس المنتخب النيجيري، المنتخب النيجيري وصل أمس في الثالثة صباحا، اليوم بقى وصل اليوم في الثالثة صباحا إلى مطار جروة، أول المنتخبات الواصلة إلى جروة. يمكن منتخب السودان موجود منذ أسبوعين في الكاميرون لكن مش موجود في جروة. أول المنتخبات منتخبات مجموعتنا الواصلة إلى جروة هو المنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري عنده ثلاث مشاكل. المنتخب النيجيري موجود معاه في المعسكر دلوقتي 25 لاعب. انا كنت سمعتك يا حفي المقدمه بتتكلم انه هو في بعض اللاعبين مش هيبقوا موجودين في البطوله وتم استبعادهم بشكل رسمي، سواء عبد الله شيهو لاعب امونيا نيقوسيا القبرصي او كمان عندهم مشكله في اوديون ايجالو. اوديون ايجالو عندهم ازمه كبيره شبه ازمه ايمانويل دانس. ايمانويل دانس لاعب نادي واتفورد المتألق في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وصلوا البريد بتاع الاستدعاء متأخرا، وده اللي خلى واتفورد يتعلل بده انه وصل بعد الفترة الزمنية اللي هي على الأقل 15 يوم. نفس الأمر حصل بالضبط مع أوديون إيجالو في نادي الشباب السعودي، وخلاص بنسبة تتجاوز 90% كمان أوديون إيجالو هيكون خارج الكان. وفي تصريح للمتحدث الإعلامي باسم المنتخب النيجيري أمس مساء قال إنه في حال لم نسمع جديد فيما يخص أوديون إيجالو اليوم صباحا، اليوم الخميس صباحا، سيتم استبعاد أوديون إيجالو و رفع اسمه. في غالب الأمر سيتم استدعاء لاعب نادي فاينورد درس، هيكون هو البديل لأوديون إيجالو في المنتخب النيجيري. كمان في اثنين لعيبة يتم استدعائهم مكان الإصابات اللي تمت، هو تايرون إيبوهي لاعب نادي فينيسيا الإيطالي، وجماله لاعب نادي بادر بورن في الدرجة الثانية الألمانية. ده كل ما يخص منتخب نيجيريا من حيث الكواليس أو الغيابات أو الاستدعاءات اللي تمت في آخر لحظة. تمام، بنتكلم كمان بقى بما اننا فتحنا الحديث عن مجموعتنا الرابعه بتضم ايضا منتخب غينيا بيساو، ده اللي هنكون بنلعبه في تاني مباريات دور المجموعات، وهنختم مواجهتنا مع منتخب السودان اللي احنا كنا لسه قريبين من الملامح بتاعته الى حد ما في بطوله كاس العرب، عملنا مباراه حققنا فيها سكور عالي على المنتخب السوداني، مع العلم طبعا ان في عالم الاحتراف ما فيش حد بيشتغل على الماضي، لازم طول الوقت تكون متركز في المباريات وفي التوقيت الحالي كل مباراه ليها حساباتها. سريعا كده يا دكتور محمد تاخدنا جوله في نقاط القوه اللي بيمتلكها منتخب غينيا بيساو وكمان المنتخب السوداني. طيب منتخب غينيا بيساو بحكم ان هم معظمهم بيتحدثوا اللغه البرتغاليه، فمعظم العناصر الجيده اللي موجوده في منتخب غينيا بيساو بتلعب في انديه الوسط والمؤخره في الدوري البرتغالي، دي العناصر المؤثره. في بعض اللاعبين بيلعبوا في درجات ادنى لكن بتكلم على العناصر المؤثره. كمان عندهم لعيب مش غريب على جمهور الكره المصريه، هو بيكيتي سيلفا لاعب نادي الاسماعيلي السابق، دلوقتي هو بيلعب في نادي الشعله في الدوري السعودي، ده واحد من اللعيبه المؤثره جدا. في كمان عندهم اللاعب مامانداي، ده لاعب في نادي تورواء الفرنسي، دول ابرز العناصر اللي موجوده في الخط الامامي. كمان في نقطه يمكن هي مش نقطه فنيه لكن هي ملاحظه وجبه الذكر، يعني انه كل منتخبات المجموعه في الوقت الحالي بيتولى قيادتهم مدربين محليين، سواء برهان تي او كوندي او جوستين إجوافين، الثلاثه مدربين محليين، سواء مدرب نيجيري، مدرب من غينيا بيساو او مدرب من السودان، ما عدا منتخبنا طبعا بيدربه المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش. منتخب غينيا الاستوائيه، منتخب غينيا بيساو عفوا، عملوا معسكر انضموا لهم كل العناصر، ما فيش غير فيرلاند مندي هو اللي انضم لهم متاخرا، لكن هم بيستعدوا. ومن الجدير بالذكر ان منتخب غينيا بيساو كمان كان المنتخب اللي قبله بقى في تصفيات كاس العالم في الجروب ستيج الجوله الثانيه كان منتخب السودان، تعادل معاه سلبيا في مباراه الاياب، و
هزم منه 4-2. منتخب غينيا بيساو تفوق على منتخب السودان ب 4-2، فاعتقد ان منتخب غينيا بيساو مواجهته تكون مواجهه متوسطه القوه لمنتخبنا، لان اعتقد انه منتخب السودان هيكون اضعف فرق المجموعه نظرا للازمات اللي بتمر بها الكره السودانيه، وكان الله في عون المدرب السوداني بورغانتي. دكتور محمد، لو رجعنا اتكلمنا عن منتخب مصر ويمكن بعض المراكز في منتخبنا عليها خلاف، يعني كل ما تيجي تسال حد مين يلعب باك ليفت يقول لك فتوح، لا اصل الراجل هيلعب تريزيجيه، طب مين يلعب هاف، يعني دايما في المراكز موجود عليها خلاف. شايف التشكيله الانسب لمنتخب مصر امام منتخب نيجيريا، بما انك عارف ودارس كويس جدا منتخب نيجيريا سواء نقاط قوه او نقاط ضعف، شايف ايه التشكيله الامثل لمنتخبنا الوطني امام منتخب نيجيريا؟ طيب خلينا نتفق على ستاندر. الستاندر بتاع كارلوس كروش ان هو لن يغير الطريقه، هو الراجل هيشتغل بال 4-3-3، بيلعب باثنين دبل ايت في وسط الملعب تحتيهم لعيب مركز سته في الغالب هيكون حمدي فتحي، في ظل احتماليه كبيره لغياب عمرو السوليه هيكون في مركز 8 اللعيب اللي ما فيش خلاف عليه هيكون محمد النني، ويبقى الخلاف الابرز حتى اللحظه والذي لم يحسم حتى اللحظه، هل هيشترك محمود تريزيجيه كلعيب مركز 8 جنب محمد النني، يبقى لعيب مركز 8 ناحيه اليمين ومحمد النني ناحيه الشمال هو محمود تريزيجيه، دي نقطه ضبابيه، ولا يلعب محمد النني ناحيه الشمال ويعتمد الراجل زي ما جرب في البطوله العربيه على احمد سيد زيزو. دول ورقتين محتملين بقوه ان هم يتودوا، اما باقي التشكيل فخليني اقول لك انه الراجل مستقر عليه بشكل نهائي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، اكرم توفيق في الظهير الايمن، احمد فتوح في الظهير الايسر، اثنين سنتر باكس في قلب الملعب، احمد حجازي ناحيه اليمين، محمود حمدي الونش ناحيه الشمال، حمدي فتحي، محمد النني، ثلاثي امامي عمر مرموش ناحيه الشمال، انسايد وينجر او وايت ليفت فورورد زي ما بيقولوا، يعني مهاجم بيجي من ناحيه الشمال اكتر، هو مش جناح لان طريقه 4-3-3 ما بيشتغلوش باجنحه. والناحيه الثانيه طبعا محمد صلاح ومهاجم وحيد مصطفى محمد، فالراجل مستقر بشكل كبير جدا على 10 لاعبين. وخليني اقول لك لو عمرو السوليه ربنا اراد وان كان احتمالات ضعيفه انه يلحق مباراه نيجيريا، فانا اقدر اقول لك ال 11 لعيب هيكونوا عمرو السوليه محمد النني وتحتيهم حمدي فتحي، فال 11 لعيب ما فيش خلاف عليهم بشكل كبير، لان الراجل كده يضحي بتريزيجيه على دكه البدلاء. دكتور محمد، يمكن عدد الدقائق اللعب اللي خدها تريزيجيه مع استون فيلا، يمكن هو لعب مباراه مع الرديف، مباراه وحيده مع الرديف لعب فيها 70 دقيقه صحيح. وبعدها قعد مباراتين على البنش ما لعبش مع استون فيلا، اخر مباراه في الدوري لعب تقريبا 14 دقيقه او 15 دقيقه بالوقت الضايع، فالربع ساعه دي هل الراجل هيقدر من خلال التدريبات؟ وخليني اقول لك انه محمود تريزيجيه انضم اول تدريب يوم 4 والمباراه يوم 11، هل خلال 4 أو 5 أيام هل الراجل هيقدر يتوصل للجاهزيه البدنيه والفنيه لمحمود حسن تريزيجيه؟ قد يكون بالنسبه له هو مجازفه، والراجل ده ما بيجازفش كتير، كارلوس كروش مش من المدربين اللي بتجازف كتير. نقطه ثانيه، هل يعتمد عليه في الجزء الامامي ويضحي بعمر مرموش اللي عنده جاهزيه اكتر مع شتوتجارت في البوندسليجا؟ ما اعتقدش ان هو يضحي بمرموش يا دكتور محمد، يعني قناعاته كبيره جدا. طبعا طبعا، لا وهو مرموش بيقدم مستويات جيده جدا، شتوتجارت ماشي بشكل كويس جدا وجاهز، اعتقد هو الاجهز من تريزيجيه. وفي نقطه فنيه اضافيه على جاهزيه مرموش، انه مرموش سواء مع سان باولو السنه اللي فاتت في البوندسليجا او السنه دي مع شتوتجارت بيلعب شادو سترايكر سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال بشكل اقرب كتير قوي للي الراجل عايز يطبقه، واللي كان ثار عليه لغط كتير جدا جدا لما ابتدى يحاول يجرب محمد شريف فيه، لان ده مش مكان محمد شريف. صح، فهو اللاعب الوحيد اللي موجود في السكواد ده اللي هو نموذجي لطريقه 4-3-3 اللي بيلعبها كيروش هو مرموش، لكن في بعض المباريات الراجل هيحتاج ان هو يبقى عنده تنوع في البروفايلز اللي موجوده على الاطراف، المهاجمين او الاجنحه اللي تحولوا بقى مهاجمين في طريقه 4-3-3، فوارد جدا انه تلاقي انه بيدفع بتريزيجيه في بعض الاحيان، احيان تانية انه تريزيجيه هيشتغل كلعيب مركز 8 في بعض المباريات، لكن عدم جاهزيه تريزيجيه البدنيه ده اللي يخليني اقلل شويه من احتماليه مشاركه تريزيجيه سواء لعيب دبل ايت مركز 8 تحت، لانه هيبقى مطلوب منه مساحه ومسافه جري ولعب بدني كبير جدا في المسافه من البوكس للبوكس بتاع منتخبنا ليه منتخب نيجيريا، بتتكلم على تقريبا من 60 ل 70 متر، ده صعب جدا لعيب ما لعبش مباريات من 9 شهور الا مباراه مع الرديف و15 دقيقه ان انا ادفع فيه في المكان ده، فيبقى الاحتمال الاقرب هو وجود تريزيجيه
على مقاعد البدلاء ويديله وقت في المباراة تحسبا، إلا لو الراجل من خلال التدريبات تأكد بشكل بنسبة 100%، لأن زي ما قلت لك كارلوس كروش ما بيجازفش، فبنسبة 100% تأكد إن محمود حسن تريزيجيه يقدر يلعب في المركز 8 ناحية الشمال بجاهزية تامة 100%. في الحالة دي هو هيكون موجود تحت عمر مرموش، إنه يشتغل تحتيه دايما، ويفضل عمر مرموش هو اللعيب اللي بيكمل جوه البوكس، وده هيدي أريحية كبيرة جدا سواء لمحمد صلاح إنه يبقى متواجد دايما بأريحية ويشتغل أسيست. خليني أقول لك على ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، يمكن إحنا شوية عشان غياب محمد صلاح عن البطولة العربية بعدنا عنها أو بعد الإسكوب عنها. محمد صلاح الراجل ابتدى يشتغل لأنه أحيانا كان بنصاب بشيء من عدم الفاعلية، لأنه محمد صلاح ما بيروحلوش كرات بالمعدلات المطلوبة، فالراجل ابتدى يشتغل عليه فنيا إن محمد صلاح بيبقى هو الحل، مش هو الراجل الكونسيومر، مش هو الراجل اللي بيروح يسجل. الراجل بيشتغل بيعمل الحلين، انه بيشتغل في نفس مكانه ان هو يبقى راجل اسيستر، عمل ده في ماتش ليبيا، شغل مصطفى محمد بشكل ممتاز، شغل عمر مرموش بشكل ممتاز، عمل ده في مباراه انجولا هناك. فهو ده الحل اللي الراجل هيشتغل بيه، ان محمد صلاح ما يكونش بس راجل كونسيومر زي ما بيشتغل في ليفربول ان هو دايما بيسجل، كل اللعيبه بتخدم على محمد صلاح، لا كمان هيشتغل ان هو في طريقه اللعب ان هو يبقى راجل بروفايدر، بيقدر يوصل زمايله قد ما هم كمان بيقدروا يوصلوه عشان زيادة معدلات الفرص للمنتخب الوطني في المباريات اللي هيبقى عندنا مشاكل فيها في الترانزيشن أو التحولات. طيب دكتور محمد خليني أسألك، بما أنك برضو يعني ملم بطريقة وشكل وممكن كمان عندك وقوف إلى حد ما على الأوراق الأساسية اللي هيكون بيعتمد عليها مستر كارلوس كيروش، مع العلم برضو أن أنت شايف إلى حد كبير إمكانيات المنتخب النيجيري، منتخب كبير وأكيد بداية مشوارنا معاه في دور المجموعات ما كانتش أفضل اختيار، ولكن اللي حصل حصل بقى، هي دي القرعة. ولكن نقاط القوة اللي بيمتلكها منتخب نيجيريا اللي ممكن يكون بيعاني منها منتخبنا الوطني بسببها، طول السنين اللي فاتت بنحس أن منتخبنا الأول عنده مشكلة مع الكرات العرضية وبتكون سبب كتير جدا في اهتزاز الشباك، هل دي برضو من النقاط اللي ممكن يكون بيضغط من خلالها منتخب نيجيريا ولا لا؟ أو أبرز النقاط من وجهة نظرك فنيا؟ نقطة مهمة جدا جدا، لأنه طريقة لعب منتخب نيجيريا في التصفيات خاصة تصفيات كاس العالم كان بيعتمد بشكل كبير جدا على حاجتين. أول حاجة بيعتمد على الأطراف بشكل كبير، بيبتدي يحضر اللعب، بعد كده بيغير أو بيشتغل كاونتر، بيعمل الترانزيشن أو التحول على جنب من الجنبين ويبتدي يشتغل كروسس. كان عنده لعيب مميز جدا جدا في الكرات الرأسية وأبرز لاعب في منتخب نيجيريا اللي هيغيب عن صفوفهم، ودي بالمناسبة شيء جيد لمنتخبنا رغم أنه في عناصر تانية هنيجي في سياق الحديث هنتكلم عنها. فيكتور أوسيمين، فيكتور أوسيمين هو لاعب نادي نابولي، لعيب مهم جدا كان بيعول عليه جيرنا ترور قبل ما يتم إقالته، ومن بعده إجوافيد إن هو اللعيب الأساسي اللي دايما ما بيتغيرش، رأس الحربة اللي بتعمل عليه كل الشغل الهجومي، مش موجود في البطولة. كمان اللعيب اللي كان بيلعب جنبه بيحصل لعيب من اتنين هو اللي بيتم تبديلهم، اتنين مختلفين تماما، بروفايلين مختلفين تماما. لما كان الراجل بيشتغل على اللونج باسز او على الكروسات يعني الكرات الطويلة او الكرات العرضية، كان بيشتغل في أوديون إيجالو وأوسيمين. أوسيمين مش موجود، أوديون إيجالو بنسبة 90% مش موجود، فالراجل هيغير الطريقة 100%، مش هيغير طريقة اللعب لكن هيغير طريقة الشغل الهجومي اللي الراجل بيشتغله. هيعتمد بشكل كبير على الأجناب برضو، لكن هيشتغل على الكرات الأرضية بشكل أكبر من اللي كان بيعتمد عليه في التصفيات. عندهم لعيبة مهمة جدا في وسط الملعب، عندهم والفريد إنديدي لعيب بتاع نادي ليستر، ده راجل اللي بيشتغل كل كرة لازم بتعدي عليه. الراجل ده ليه ادوار مهمه جدا جدا في الجزء الدفاعي، وليه ادوار مهمه جدا في الترانزيشن، لان دايما الكوره بتعدي على ويلفرد نديدي بعد كده بيتم التوزيع. عندهم بقى لعيبه مميزه جدا جدا في الجزء الامامي، عندهم سامويل تشيكويزي ده لعيب نادي فيا ريال لسه مسجل هدف في اخر مباراه ليه فيا ريال، في كمان سايمون موزس نانت بيلعب في الدوري الفرنسي، عندهم احمد موسى رغم تقدمه في السن ورغم انخفاض مستواه بعد الشيء لكنه في مباريات التصفيات سجل هدفين واشترك ورجع بعد فتره طويله من الغياب، رجع اشترك تاني وهو موجود مع الفريق. عندهم لعيب كمان مهم جدا أليكس أيوب، فهم رغم الغيابات الكتير عندهم ويليام باليجون لعيب السنتر باك. وخليني اقول لك النقطه اللي انت قلتيها، عشان كده قلت لك نقطه مهمه جدا يا مرهان، ان ويليام باليجون و ايكونج ويليام باليجون ويليام ايكونج الاثنين
بيشتغلوا دايما في الكرات العرضيه سواء في الحاله الدفاعيه او الحاله الهجوميه مميزين جدا. فغياب ليون باليجون وويليام اكونج عن الشغل مع منتخب نيجيريا خلال الفتره اللي فاتت هيخلي ويليام اكونج هيشعر بالغربه، لانه خلاص استبعاد ليون باليجون عن البطوله، وليون باليجون مسجل 3 اهداف خلال اخر 15 مباراه للمنتخب النيجيري من راسيات. فحتى الجزء المميز في منتخب نيجيريا الكرات الثابته سواء في الحاله الدفاعيه او الحاله الهجوميه هيتاثر بشده مع غياب ليون باليجون. فمنتخب نيجيريا هيشتغل بال 4 4 2 اللي كان بيشتغل بها مع جيرن ترور اللي تغيرت قليلا في الثلاث مباريات الاخيره سواء مع ليبيريا او مع كاب فيردي في تصفيات كاس العالم. في الجروب ستيج اشتغل بال 3 4 3 لان كان عنده مشكله كبيره جدا في الجناح في الظهير الايسر، فابتدى يشتغل بثلاثه ورا، لكن اعتقد ان هو هيرجع لطريقته المعتاده لان هي ما جابتش معاهم فعاليه في مباراه كاب فيردي وكانوا قاب قوسين او ادنى من توديع تصفيات كاس العالم. فهيرجعوا تاني لل 4 4 2 يا يحيى اللي بداوا بيها التصفيات واللي اشتغلوا بيها اربع سنين مع جيرل ترور، هيرجعوا تاني لل 4 4 2 هيشتغلوا على قوه الاطراف بتاعتهم الهجوميه سواء سايمون موزيس اليكس ايوبي او قدام هيعتمدوا بشكل كبير على كلينشي اوهاراتشو.